ينضم إلينا محمد أحمد نمر، مؤسس فريق تاج للإنتاج الفني من إدلب. صباح الخير. صباح النور. يا هلا بك. عرفنا أكثر على فريق تاج، كم شخص أنتو وكيف بدأت فكرة تأسيس الفريق؟ طبعا بداية نحن بلشنا بثلاث شباب عنا طموح كبير بموضوع التمثيل. أسسنا نحن الفريق بداية 2024، واستغرق معنا التنظيم الفعلي يعني مدة شهرين، وحاليا نحن تقريبا 30 عضو بالفريق. 30 عضو بين يعني تصوير ومونتاج وتمثيل، أو كلكم لا نحن فريق، لا نحن فريق تاج. نحن طبعا في عدة محتويات، فريق كبير طبعا، ولكن كل فريق يعني مثلا فريق السكتش 10 أشخاص 5 أشخاص، في عنا فريق المسرح مثلا 30 شخص، أو عفوا 6-7 أشخاص إلى آخره. فالمجموع العام يعني ما بين مصورين ما بين أعضاء الفريق تقريبا شي 30. كل فريق إذا فينا نقسمهم فرق، كل فريق مختص بشيء، إن كان من الأعمال الفنية أو حتى المونتاج وما شابه. تماما. طيب خلينا نحكي على أهم المواضيع اللي عم تحاولوا تشتغلوا عليها، وليش تم اختيار مثلا المواضيع اللي فيها سخرية؟ هلا نحن أهم المواضيع عنا طبعا في موضوع فريق المسرح والدراما وفريق السكتش. نحن اخترنا في عنا طبعا عدة محتويات، مو فقط السخرية بس، ولكن نحن اخترنا بالنسبة لموضوع المسرح والسكتش فينا نسميه البلاك كوميدي أو الكوميديا السوداء. طبعا نحن بنتناول فيها القضايا الاجتماعية، طبعا القضايا الاجتماعية فقط بطريقة كوميدية. نحن اخترنا هالطريقة نحن لأنه الناس مرت بظروف بالسنوات الأخيرة، ظروف حرب ومعاناة ومرارة شديدة. نحن بهالطريقة بنوضح صورة المعاناة للناس بطريقة فكاهية حتى نخفف شوي من معاناتهم. طب تعطينا أمثلة عن المواضيع اللي عملتوها بطريق الكوميديا السوداء، هلا طبعا عناوين لبعض المواضيع الاجتماعية. تمام. نحن هلا عنا البرنامج مثلا الرأي المعاكس. الرأي المعاكس نحن هو برنامج سياسي للأستاذ فيصل قاسم، ولكن نحن حملناه كقضايا اجتماعية بطريقة كوميدية بحيث انه يكون البرنامج كوميدي ويجسد معاناة الناس اللي عم تعيشها الناس بطريقة كوميدية على نفس تقريبا نمط البرنامج الأساسي اللي هو برنامج الاتجاه المعاكس. هي احد البرامج. طبعا نحن في عنا برامج ان شاء الله قريبا رح نطلقها يعني غير الاتجاه المعاكس، وعم نشتغل على اساس هذا. شو هي البرامج؟ هلا نحن في عنا برنامج جديد اسمه بلعناها. طبعا ها برنامج هو يعني شبيه لبرنامج معين، ولكن على نمط القضايا الاجتماعية كذلك الأمر، ولكن بطريقة كوميدية. نحن كمان في عنا الفريق المسرح، عنا مسرحية عم نشتغل، مسرحية اسمها عبر الزمن. طبعا المسرحية النص جاهز والتدريب قائم، ورح نعرضها إن شاء الله قريبا. رح تكون هي من النوع البلاك كوميدي كمان تقريبا. طبعا. بالنسبة للمسرحية عم يكون في عندكم جرأة شوي بطرح المواضيع، يعني عم تناقشوا قضايا حساسة بالمجتمع، ممكن ما نشوفها إلا عن طريق الشباب اللي عايشين بالمجتمع نفسه. طبعا نحن القضايا هي قضايا اجتماعية بحت، يعني اليوم نحن في مواضيع حساسة ما بنحسن نتطرق، أو نحن يعني ما رح نتطرق عليها ولا رح ندخلها بمجالنا، يعني مثل مواضيع مثلا سياسية دينية إلى آخره. هذه المواضيع نحن ما نقرب عليها، مواضيع حساسة، ولكن المواضيع الاجتماعية اللي بيعاني منها أغلب الشعوب خاصة الشعوب العربية، يعني مو بس إنه القضية إنه كمجتمعنا الحالي المحلي، ولكن نحن القضايا الاجتماعية يعني قضايا أسرية مثلا، قضايا مثلا ما بين الناس ما بين بعض التعامل إلى آخره. فهي قضايا اجتماعية بيعاني منها جميع يعني الموجودين كان بالمجتمعنا الحالي أو مثلا على يعني مستوى المجتمع العربي. يعني بتعمل تفاعل ولكن ما بتعمل مشاكل، هي ماشيين الحال تماما. هي اللي بتسوي التفاعل تمام، يعني القضايا اللي بتعاني منها الناس بس، ولكن هي ما هي حساسة. انا طلبت منك عناوين يعني. طلبت منك عناوين بس ما اعطيتني ولا عنوان. طب خلينا نعرف الصدى اليوم، يعني اكيد انتم عرضتوا شيء، كيف الناس عم تتقبل هاي المواضيع، كيف عم تتفاعل معكم، عم بيكون في صدى للشيء اللي عم تنجوه اليوم او عم تشتغلوه كشباب مثل ما انتم متوقعين، حتى عم تكملوا وانه فريقكم صار اكبر وفي اساسا برامج عم تبلشوا تنجوها؟
هلا طبعا نحن بالبدايه لقينا يعني تفاعل جدا رهيب بالنسبه للشارع. وطبعا في انتقادات، هذا لابد منه الانتقادات، ولكن انتقاداتنا نحن كانت انتقاداتنا كانت على الامور التقنيه، يعني بالنسبه لموضوع الانتاج، يعني بالنسبه للصوت للصوره كذا. نحن بلشنا بطرق بسيطه وهذا الشيء نحن يعني بالعكس بيعطينا دافع قوه اكبر على انه نكمل. نحن صحيح بلشنا بامور بسيطه تقنيه بسيطه، ولكن نحن في عنا طموح رح نوصل له. تمام. واذا استمرينا رح نوصل له، ونحن بالعكس الانتقادات ناخذ منها نصحح اخطائنا، ولكن بشكل عام التفاعل بالعكس جدا رهيب جدا رائع كان بالنسبه حلو. للناس حبت الناس، مثلا شخصيات مثل عندنا شخصيه ابو عنتر حبت الناس، مثل مثلا برنامج راي المعاكس كثير حبته. نحن طبعا في عنا فريق الفعاليات التهريج، هذا كمان الناس كثير حبته، وخاصه موضوع الاطفال يعني نطلقهم بالاعياد وبالحفلات وبالمدارس يعني. حلو. اذا في عندكم نشاطات جديده رح تكون على عيد الاضحى ان شاء الله. قبل ما نحكي عن نشاطاتكم بعيد الاضحى، وين بتنشروا اعمالكم محمد؟ هل في عندكم منصه، في عندكم وسائل تواصل اجتماعي خاصه فيكم تنشروا عليها؟ طبعا نحن في عنا منصات على السوشيال ميديا بشكل كامل، عنا على الفيسبوك على اليوتيوب على التيك توك، تمام، باسم فريق تاج الانتاج الفني. طبعا اعمالنا كلها بننشرها في على منصاتنا على السوشيال ميديا. وبالنسبه لاعمالكم بالعيد؟ بالنسبه لعملنا بالعيد هي بتكون اعمال يعني فيك تقول ميدانيه، هي مثلا بالملاهي بالاسواق باماكن تجمعات الناس، بتكون اعمالنا هيدي بالنسبه يعني لجزء من، طبعا هي جزء من اعمالنا هو الفريق التهريج، يعني بيكون ميداني بحت. هلا هون ممكن ما نستخدم التصوير بشكل يعني مباشر على النقطه هيدي، نحن الهدف منها هي التسليه للاطفال. الأطفال يعني حبت كثير الشخصيات، وهي شخصيات للأطفال أكثر ما هي تكون لباقي شرائح المجتمع. عم تفكروا أنه يكون في حدا أو شريك جديد بموضوع الإنتاج، كونه عم تقول يمكن أغلب الانتقادات إجت على موضوع الإنتاج وأنتم بمواد بسيطة يمكن بلشتوا؟ هلا نحن ما في مشكله على موضوع التمويل. نحن هلا حاليا تمام، مشكلتنا الاساسيه على المسلسل. طبعا نحن عندنا مسلسلنا اسمه السبيل الاسود، هو مسلسل تراجيدي مكون من 30 حلقه على جزئين. طبعا المسلسل جاهز، مكتوب وجاهز، واحداثه والحبكه والترتيبه كلها جاهزه، بس ولكن نحن المشكله الاساسيه هي انه المسلسل راح يكلف مبالغ هائله، يعني راح يكون على ستاندرد عالمي، راح يكون بمواصفات يعني عالميه، لانه نحن طبعا في عندنا منصات اليوم يعني بمسلسل بده ينشغل بهالقوه بده ينباع مثلا لمنصات مثل منصات نتفليكس الى اخره، والتلفزيونات عربيه الى اخره، نحن نشتغل يعني على نطاق عربي، ولكن نحن هلا عم نتمهل شوي يعني. طيب الكوادر اللازمه لهذا المسلسل موجوده محمد؟ يعني في فريق مختص، في مخرج قادر انه يطلع هيك عمل؟ في صبايا يشاركوكم بالتمثيل؟ تمام، الكادر جاهز. نحن عندنا مخرجين، عندنا كاتبين، طبعا في كادر نسائي طبعا اكيد راح يشارك بالعمل، ولكن نحن هلا حاليا عم نشتغل اعمال مسرحيه، هي مبدئيا تدريب للكادر بده يشتغل بالتمثيل يعني ضمن المسلسل. لانه نحن طبعا مثل ما بتعرف ما في عندنا معهد عالي للفنون المسرحيه مثل بالشام، فمضطرين نحن نتدرب بشكل عملي طبعا. وانا جهزت كورسات، يعني جبت كورسات هي بتخص الاعمال الفنيه والمسرحيه، وعم نعطيها بشكل يعني خاص مثل ما بيقولوا، يعني هذا اتجاه نحن مشينا فيه لحالنا بس، ولكن نحن هذا اللي عم نبلش خطوه خطوه مثل ما بيقولوا. يعني اليوم عم نبلش بالاعمال المسرحيه، الاعمال المسرحيه هي اللي بتبدا بالاعمال الدراميه والمسلسلات، هي اللي بتنتهي فيها عفوا. في مستشارين دراميين او حتى فنيين بتعرضوا عليهم الاعمال، بتاخذوا نصائحهم، لهم خبره يمكن بهذا المجال وباع طويل؟ طبعا نحن حاولنا نتواصل مع الفنانين السوريين السابقين،
وصلنا للأستاذ الكبير، وجه له تحية من المنبر، الأستاذ همام حود، بس ولكن ما لقينا التفاعل الكبير باتجاهنا، بحكم ربما هو بحكم أنه يعني في عنده ظروف خاصة معينة، يعني نحن ما بنحسن نحكم على الأمر، ولكن نحن عم نحاول نتواصل مع الفنانين مثل الأستاذ عبد الحكيم قطيفان، مثل مثلا الأستاذ مكسيم خليل، بس ولكن لحد الآن ما حسنا نوصل لهم. اللي حسنا نوصل له هو الأستاذ همام حوت، ولكن ما لقينا هالتفاعل الكبير، ما استجاب معنا الاستجابة الكبيرة معنا. ربما حتى من يعني كتاب الدراما يمكن يكون في فائدة أكيد محمد، يعني بأي موضوع يمكن استشاري أو موضوع النقد ممكن أنه يفيدكم بتطوير عملكم. كل التوفيق لكم، ونتمنى أنكم توصلوا لطموحكم اللي حاطينه ولراسمينه لكم كفريق. محمد أحمد النمر، مؤسس فريق تاج الإنتاج الفني، نهارك سعيد. بالتوفيق لكم، نهارك سعيد. شكراً.